أقول بعض الكلمات البسيطة. أولاً، نحن لن نضحي بالتزاماتنا المناخية بسبب التهديد الطاقي من روسيا. إن مجمل الالتزامات التي اعتمدت من قبل الدول يجب أن تستمر. وبالنسبة للدول الأكثر ثراءً والدول الأوروبية ومنها فرنسا، فهذا كان منطلق التزامنا الوطني، ولابد من احترام ذلك. وهذا خط للعمل، وهي الخطة الأوروبية لخفض انبعاثاتنا بنسبة 55% بحلول 2030، وهي استراتيجية ستعتمد على اليقظة الطاقية والتركيز على الطاقات المتجددة والانتقال بصورة مستدامة بعيدا عن الوقود الأحفوري. إذن هذا انتقال والتزامات للتغيير لطريقة الانتقال والسفر وغير ذلك. العنصر الثاني الأساسي، يجب أن نستمر في معركة التخفيف، ويجب أن نخرج اقتصادياتنا من الفحم، وهذا في قلب الاستراتيجية الأوروبية لكل الدول الثرية. ولكن يجب أن نساعد الدول النامية أن تقوم بذلك في أسرع وقت ممكن، إذا كان لنا أن ننجح في هذه الاستراتيجية الإجمالية وفي تحقيق وتنفيذ اتفاق باريس. يجب أن نلتزم بهذا النبراس، ولقد أطلقنا معا حول غلاسكو هذه الشراكات التي تسمى جيت بي، والتي تسمح بتخطيط هذا الجهود لأكبر المستهلكين، والتي يجب أن تكون الأولوية الأولى في ميدان التخفيف. وقمنا بخطوة أولى مع جنوب أفريقيا. فرنسا ستستثمر مليار يورو لمصاحبة هذا المسار، وسنستمر في التقدم في الدول المتطوعة على استراتيجية تساند على الطاقة المتجددة، الطاقة النووية وغيرها للخروج من الفحم. وهذا ما نقوم به مع اندونيسيا، الهند، السنغال، ولكن لابد ان نذهب الى ابعد من ذلك وبقوه اكبر. ثوره الطاقه ممكنه، وهي تنتقل عبر هذه الاستراتيجيه، وعمل نود ان نقوم به مع عدد من الدول. الهند بدات واطلقت العمليه، وكينيا ورواندا اطلقت استراتيجيات طموحه للغايه في هذه الامور، باستراتيجيات للطاقة المتجددة متسارعة سنصاحبها بقوة، لأن الطاقة المتجددة أقل كلفة وأكثر أمانا وأقل كربونا، أقل محتوى كربون، وهي تدلل كل مغزاها في الفترة التي نعيشها. الرسالة الثالثة القوية التي أود أن أعطيها الآن هي أننا لا يجب أن ننسى أن هذه المعركة ضد من أجل المناخ وضد الاختلالات المناخية لا تنفصم عن معركة من أجل التنوع البيولوجي، وهاتان المعركتان تسيران جنبا إلى جنب. وقلت ذلك من قبل، والطبيعة هي حليفنا الأساسي، والتنوع البيولوجي والمناخ هما وجهان لعملة واحدة تدلل على أن الدول التي ننظر إليها بأنها الأكثر فقراً هي حلول في الواقع لمكافحة الاختلالات المناخية. الدول التي لها مخزون من التنوع البيولوجي سواء بحري أو بري، لها مخزون يجب أن نساعدها في الحفاظ عليه وتقديم هذه الحلول التي تساند على الطبيعة، لأنها تأثر الكربون وتحتبس الكربون، المانغروف، المناطق الرطبة والغابات، وهي مخزون للكربون وأكثر المناطق ثراء في التنوع البيولوجي. إذا تم تدمير ذلك، فإن مخزون كبير من الكربون سيتم إطلاقه في المناخ، ومما سيعرقل بلوغ أهدافنا. نحن 100 دولة لنا أهداف لحماية 30% من أراضينا وبحارنا، ومع كوستاريكا والمؤتمر الأطراف الرابع للتنوع البيولوجي، نأمل أن يسمح بالحفاظ على هذه النظم الإيكولوجية ويعطيها مكانة خاصة، ويسمح للدول التي تأويها عقود سياسية ومالية لمساعدتها في الحفاظ عليها. ولكن
المشكلة الآن أننا نصاحب عملية التدفقات، ولكن لا نصاحب الدول التي تختار أن تحافظ هذا المخزون للتنوع البيولوجي وهذه البلوعات للكربون. ولذلك أطلقنا هذا العام على العديد من الدول المتواجدة الآن، كولومبيا، كابون، رواندا، وعدد من ممثلي الشعوب الأصلية، الفلبين والصين والولايات المتحدة والدول الأوروبية، مبادرة لنستلهم ما قمنا به في إطار برنامج جابي، لبرنامج محافظة إيجابي، عقود مع كل دولة ومع المنظمات غير الحكومية ولا سيما Conservation International، لبناء طريقة تسمح لنا بتمويل الحفاظ على هذه الساحات والمواقع، ومجموعة من الأدوات المالية والقانونية وغيرها لمصاحبة هذه النظم. وقد بدأنا هذه العقود، الكولومبيا، الفلبين انضمت، ونحن سنتواجد في ليفرفيل في 2023 للتوقيع على عقود في قمة تنظم مع الرئيس كامبانجو الذي تحدث منذ وهلة. هذه نفس المبادرات التي نود القيام بها للحفاظ على المحيطات بهدف نصب أعيننا مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2025. المحيطات يجب أن تكون ما كانت عليه الساحات، هي حدود جديدة وأفق جديد لتعددية الأطراف والعمل الجماعي. يجب أن نعمل معا للحفاظ على الحلول في المناخ والتنوع البيولوجي في المحيطات. وهنا أود أن أكون واضحا تمام الوضوح أن فرنسا ستكون على موعد مع هذه اللقاءات ووفية لما قلته، ولذلك نحظر أي استخدام لباطن البحار وقاع البحار، وأنا أتحمل هذه المسؤولية وأدافع عنها في المحافل الدولية. وبصورة أكبر، فقد أطلقنا هذا الصباح مجموعة رفيعة المستوى لبناء منهجية للائتمانات التنوع البيولوجي، ونسمح بحلول 2023 أن تكون لنا منهجية مشتركة. النقطة الرابعة بالطبع هي العدالة المناخية. لقد اتخذنا التزامات، وهناك ثقة اليوم تتبلور بين الشمال والجنوب. وما قلته منذ بضعة أيام أو من بضعة أسابيع أمام الأمم المتحدة لنتفادى انقسام العالم فيما يتعلق بالحرب ينطبق أيضا على المناخ. العديد من الدول تستمع إلينا اليوم، 100 مليار منذ كوبنهاجن، ولا نرى هذه الأموال تأتي. يجب أن نذهب إلى المدى. نحن هناك 82 مليار تم التعهد بها، يجب أن نصل إلى 100 مليار وأن نقنع الدول الثرية التي لم توفي بالتزاماتها وأن تنفق هذه الآليات بصورة أسرع من خلال آليات ثنائية متعددة الأطراف، لنكون على موعد مع هذه الأموال وأن تصل إلى دول الجنوب، وإلا الثقة سوف تنهار. ولذلك 100 مليار بصورة سريعة، نحن عند 82 مليار، ولكن بوجه أسرع لنكون على الموعد الذي حددناه. ومع التكيف، إن فرنسا تستثمر 6 مليارات يورو كل عام، وهذه حصتنا العادلة في هذا الجهد وفقا لوعودنا منذ كوبنهاجن وباريس. ومن بين 6 مليارات هناك مليارين للتكيف، وكل الدول الثرية يجب أن توفي بهذه الالتزامات. وسأحاول في خلال الأسابيع القادمة مع زملائي هنا أن أقنع هؤلاء الذين لم يقوموا بذلك بسبب أوضاع سياسية، وأحيي الإرادة السياسية لعدد من القادة السياسيين المتواجدين هنا والذي يجدون عراقيل في بلادهم ولا يستطيعون التقدم بالسرعة التي يبتغونها. وفضلاً عن ذلك، لابد من مشاريع محددة مع الدول المعنية في إطار شراكات تعلي هذه العدالة. في إطار الحائط أو السور الأخضر الكبير وما قمنا به في القرن الأفريقي، هناك مستوى مرتفع للالتزامات منذ بداية 2021، 19 مليار أورو، ومنذ العام الماضي هناك مليارين ونصف
أنفقناها في على الأرض في الميدان بمشاريع تسمح بتخفيف التغيرات المناخية والاستجابة للمشروعات الزراعية والحراجة الزراعية ومكافحة التصحر، وتسمح بالتالي مكافحة التعامل مع المناخ والتصحر، وتوفر الفرص الاقتصادية للدول الأكثر هشاشة بإعطاء السيادة الغذائية مكانتها بتوفير هذا الغطاء الحراجي والأخضر، وبناء شراكات مع المنظمات غير الحكومية أيضا في الميدان والعاملين في الميدان والرواد في الميدان من أجل هذه العدالة المناخية. ولكن يجب كما قلت أن نذهب إلى أبعد من ذلك، من 100 مليار ومن المبادرات التي تمت. وسأختتم عند هذه النقطة، نحن بحاجة إلى صدمة كبيرة في التمويل التيسيري، هذا في قلب النقاش. هناك من وضع على المائدة كل ما يتعلق بالخسائر والضرر، وأنا أشجع الشجاعة للزعماء الأفارقة ومن الكاريبي ومن المحيط الهادئ ومن أمريكا اللاتينية الذين جلبوا هذا النقاش وقالوا أننا يمكن أن نتحدث عن الماضي لأن العدالة لم تكن سائدة في الماضي، ولكن نحن نريد أن نتحدث عن المستقبل، وهذا هم على حق. لقد منعتونا في الماضي أن نتطور وننمو كما كنا نود، ولكن الآن سنتأثر بالآثار أكثر منكم لما يحدث، لأننا جزر صغيرة، لأن هناك حقائق جغرافية تجعلنا أكثر هشاشة وتعرضا وتأثرا منكم، وهم على حق. هذا نقاش عادل. كل الدول بالدخل المتوسط والدول الناشئة والدول الأكثر فقرا كلها تنظر إلينا، الدول الثرية في فترة الجائحة، لأنه كانت هناك صدمة أصابت الجميع بصورة متوازية، وقمنا بأمور استثنائية، عبأنا موارد استثنائية. ولكن ما يحدث لنا، هم يقولون لنا استثنائي، الانقلابات المناخية التي تجعل الحياة غير ممكنة، وأنتم تريدون إعادة الأمور إلى عادتها. لا يمكن أن نعود كما كانت الأمور من قبل، لابد أن نحدث هذه الصدمة، وبدأنا فيها أثناء الجائحة ولكننا كنا متأخرين، وبالتالي علينا أن نناضل لكي نحقق حقوق السحب الخاصة والمائة مليار للدول الأكثر فقرا، حيث جزءا سيتجه إلى المناخ. في مجموعة 20 يجب أن نعلي نسبة التعهد والالتزام إلى 100%، ويمكن أن تعولوا علي السعي بقوة لذلك. وأطلقنا هذه الأفكار مع رئيس وزراء البربادوس، والذي يحيي شجاعته وطموحه وقدرته الاستلهامية التي رأيناها هنا. مجموعة الحكماء رفيعة المستوى التي ستقدم توصيات حول التمويل المبتكر للتمويل للمناخ في الربيع القادم وليس خلال عام أو عامين. طلبنا من صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن تقدم حلولا عملية لتفعيل هذه الآليات المالية المبتكرة وتطوير الوصول إلى سيولة جديدة وقدرات اقتراض جديدة، ولا سيما الدول متوسطة الدخل التي تتأثر بهذه الصدمات، وأيضا لكي نتمكن جميعا من اقتراح الحلول التي تأخذ بعين الاعتبار مواطن الهشاشة المناخية للعديد من الدول، ولتعبئة التمويل الاستثنائي الخاص والعام والخاص. ولنا جميعا أن نغير قواعد العمل، قواعد البنوك الكبرى العالمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، والمقرضين الكبار، لنقول لهم ما نطالبه في الديون والتمويل والسداد والضمانات. عندما تتأثروا بالصدمة مناخية وعندما تكونوا ضحية لحادث مناخي، يجب علينا أن نعلق كل شيء ونأخذ ذلك بعين الاعتبار. هذا هو موضوع الخسائر والضرر. إذن علينا مع الدول الناشئة والدول النامية والدول ذات الدخل المتوسط أن نقوم بهذا العمل لكي نحول المنطق تماما، وإلا سيكون قد فات الوقت
لقد عقدنا هذا الموعد مع رئيس وزراء البربادوس، لأننا في الربيع القادم هذه المجموعة رفيعة المستوى التي ستقدم لنا هذه المقترحات وتقترح تغيير القواعد والنصوص وطريقة العمل لأيام الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكل الكبار الفاعلين المؤسسيين والمستثمرين. هذا هو التنفيذ الفعلي، لا يمكن أن ننتظر مؤتمر الأطراف الآخر خلال العام القادم، يجب أن نبدأ التنفيذ الآن ولا يجب أن نتباطأ، لأن هذه الأزمات المتكررة تقول نفس الشيء، إن عدم العدل في هذا العالم أصبح غير محتملاً والأزمات تؤدي إلى تفاقم هذا الظلم. إذن يجب أن نخرج من ذلك بإعادة تشكيل عميقة لآليات التضامن العامة والخاصة والقواعد التي هي قواعدنا وليس أقل من ذلك. إن هذا المؤتمر الأطراف الأفريقي الذي تستقبله مصر والتي أشكرها مرة أخرى سيسمح لنا بتحقيق ذلك. شكراً.